من ترك المشي تركته العافية. لماذا نمشي؟ الجواب: نمشي لكي نخفف من التوتر والضغوط النفسية، نمشي لكي نخفف من أوزاننا، نمشي لكي نعالج مرض السكري والكوليسترول، نمشي كي ننشط وظائف الكلى والكبد والعين، نمشي كي ننشط من عمل القلب ونخفف من صلابة الشرايين، نمشي كي نخفف من أعراض القولون واضطرابات الجهاز الهضمي، نمشي كي ننشط جهازنا المناعي، نمشي كي ننشط عضلاتنا وعظامنا ونقوي صحتنا. إن كل سبب سبق ذكره يمثل هدفا جبارا من أهداف المشي، والحقيقة التي لا يجادل فيها الأطباء والمجربون تقول بأن كل هذه الأمراض دواؤها المشي. يقول الأطباء: ليس هنالك مرض عضوي أو نفسي إلا وللمشي دور في علاجه، ولو أن دواء خرج إلى السوق له فوائد تماثل فوائد المشي لصرفه الأطباء في كل وصفة طبية ولاشتراه المرضى بأغلى الأثمان. لكن المفارقة أن المشي دواء فعال ومجاني، والمرضى يترددون في تناوله. كلمة أعجبتني من دكتور يقول: لو أنشئ مضمارا للمشي حول كل مستشفى ومشى الناس حوله لما دخل المستشفى نصف من هم فيه الآن، ولا خرج من المستشفى نصف من فيه. لقد خلقنا مشائين، لكنهم أقعدونا على الأرائك، فلما اجتاحتنا الأمراض لم يعيدونا للمشي، بل حملونا لنرقد على الأسرة البيضاء ننتظر نهايتنا. اهتم بحركتك تدوم عافيتك وتستمر سعادتك. من ترك المشي تركته العافية. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وأبصارنا. سلام عليكم.